اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه البطاطس النهارده باذن الله تعالى عايزين نعمل سلسله عن زراعه البطاطس ونتكلم عن زراعه البطاطس من الالف للياء اذا كان الزراعه عن طريق الري بالتنقيط او الري الغمر او الري الرش او السنترال بيفوت تمام واحد هيقول لي انت بتاع بطاطس طبعا يا عم ده انا اصلا اصلا بتاع بطاطس اصلا اه اصلا <applause> آه البطاطس بحقيقة يعني جت معايا صدفة ولما جت معايا صدفة عملت فيها الدكتوراه بتاعتي تمام فعنوان رسالة الدكتوراه بتاعتي بقول بوتاسيوم فرتريزيشن اند اتس امباكت اون بوتيتو اند شوجر بيت كروبس growing in a sandy soil. تمام؟ التسميد البوتاسي وتداعياته على محصول البطاطس وبنجر السكر النامين في أراضي رملية تمام؟ دي دي رسالة الدكتوراه بتاعتي عملتها في البنجر وفي البطاطس تمام؟ آه والبطاطس بصراحة يعني اشتغلت فترة جامدة في الخضر في بساتين الدبلوماسيين مع أستاذنا المهندس محمد ديب ربنا يديله الصحة وبعد كده عملت في عدة وظائف تانية برضو في الخضر في محافظة المنيا بعد كده بقى يا سيدي اشتغلت في شركة ما مش هقول على اسمها ولكنها موجودة في وادي النطرون المهم كنت ماسك قطاع الصواب فيها والخضر المهم ربنا سهل وكان عندنا فترة سكون في فصل الصيف تمام الحرارة عالية ووقفنا ما زرعناش فلفل الألوان كانت الأسعار وحشة خالص فوقفنا فالمهم يعني لقيت المدير يعني قام عامل لي عملنا معاه بعض مشكلة يعني ما فالمهم الراجل قام عامل لي امر تكليف بان انا انزل ازرع بطاطس بطاطس نهارك بامبا اذا كنت انا اصلا علاقتي بالبطاطس اساسا زي علاقتك انت بتزحلق على الجليد قال هو كده كده تلم شنطتك وتمشي لله الامر من قبل ومن بعد واحد حبيبي مدير المالي والاداري قال لي يا عم ما تروح البطاطس المص المشكل بقى يا مؤمن انه والله على ما اقول شهيد ان الراجل ده اساسا كان ماسك كنا كانت الشركه زرعه تلت بيفوتات بطاطس والراجل اصلا يعني السنه اللي قبلها كان هو اللي هو كان على فكره جه مدير بالصدفه كان مهندس بس كان كبير في السن طبعا آه آه وزرع البطاطس قال لهم انا ازرع بطاطس واعمل واسوي المهم الراجل جاب التقاوي يعني كنا بنحصد الفدان كان بيجيب اتنين طن ثلاثة طن بالعافيه يعني والله وفي والله ما حصدناه سيبناه زي ما هو لان الدنيا كانت وحشه خالص يعني أم ايه يا مؤمن رحت انا ازرع بطاطس طب ازرع بطاطس انا ما اعرفش البطاطس المهم كانت في شركه اجروفود ماجره خمسه بيفوت في الشركه دهيا ورحت طبعا ما اعرفش حد في الاخوه بتوع اجروفود ولكن رحت لاستاذنا الكبير عملاق البطاطس مهندس محمود الرويني وقلت له انا وقعت وانت استلقاني بقى قال لي ايه الحكايه قلت له الوضع واحد اتنين ثلاثة قال لي حاضر ما تقلقش واعتبر البيفوتات ديت بتتبعنا يعني انت هنعمل لو هنشتغل مثلا كان عندي اربعه بيفوت قال لي لو هنشتغل كل الخط هيشتغل الخط الزراعة هيشتغل يعني البيفوتات بتاعتك انت اعتبرها معانا بس يعني فتح دماغك واظبط حالك كويس المهم اللي يخلص من عندهم يجي عندي الماركر يخلص من عندهم يجي عندي بعد كده الرودوفيتور ال 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 يجي يخلص من عندهم يجي عندي كل دي الخط اللي احنا بنشتغل فيه وبعد كده البلانتر وبعد كده الزراعه وكان معاهم مهندسين صغيرين اذكر منهم اخونا المهندس عماد العدوي وحاليا دكتور ربنا يديله الصحه فطبعا والله ما أصروش معايا وطبعا انا كنتش بنام الليل بصراحه كنت عايز اطلع بمحصول محترم وقد كان طلعنا محصول محترم وكان اتذكر ان حضره المهندس ماهر والي اخو الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق يعني حضر الـ الـ هو صاحب الـ الشركة يعني وأثنوا على المحصول بتاعنا الحمد لله دي علاقتي بالبطاطس يا سيدي ودي مشكلتي مع البطاطس بعد كده حبيت البطاطس وكرهت البيوت المحميه والصواب ليه البطاطس جو مفتوح وبنشتغل وبنجري طول النهار والدنيا حلوه البيوت المحميه هتخلي يعني عايزين ناس حساسين كده ورومانسيين والواحد مش بيحب الرومانسيه من الاخر يا مؤمن هنزرع البطاطس ازاي اولا عشان نزرع بطاطس صح اولا في عوامل نجاح يا جماعه في عوامل نجاح لأي شيء في الدنيا عشان يطلع كويس لابد فيه من عوامل أو مقومات النجاح اللي هتخلي لي الحاجة ده هي تنجح ابنك لو بيذاكر كويس وموفر له البيئة المناسبة وما فيش مشاكل مع أمه كل شوية تضربها قدامه وتصرخه الولد هيطلع كويس وهيذاكر وهيبقى كويس بتعمل انت مشاكل في البيت والقصص دي إذا في عوامل النجاح راحت أو قلت شوية فإذا في اه مشكلة عندك تمام عوامل نجاح البطاطس هي برضه بتقول لك لا تزعلني ولا تعمل لي مشاكل عشان كده بتشترط عليك اول شرط التربه المناسبه عندنا كذا تربه بالنسبة للبطاطس البطاطس طبعا بتتباين الترب اللي بتتزرع فيها ولكن افضل الاصناف اللي بتتزرع فيها البطاطس افضل انواع الترب التربة الطميية الطميية اللي هي اللي هي التربه الطميية اللي هي التهويه بتاعتها كويسه تمام والصرف بتاعها جيد اهم شيء التهويه بتاعتها كويسه ماشي والصرف بتاعها جيد يعني مش نروي من هنا الميه تقف تبهدل البطاطس ان كانت التأوي او ان كان محصول تمام يعني ما ينفعش نزرع في الاراضي الغادقه والغادقه يا جماعه وان لو استقاموا على الطريقه لسقيناهم ماء ايه غدقه يعني الميه هتبقى كتير يعني الميه في الارض كتير ربنا بيقول كده في القران فالغدق حاله الغدق اللي هي المسام بتاعه التربه آه بتبقى مليانه ميه كلها او النقطه اللي احنا بنسميها كبتوع اراضي السيتوريشن بوينت او نقطه التشبع الكامل فديت الارض اللي بنسميها ارض غدقه، فالارض لو كانت غدقه عندي البطاطس لو الدرنه اهيت موجوده وفي الجراوند ووتر او الماء الارض عالي هيعفن لي البذره دي، طيب ولو طيب افترضنا ان هي نجحت والدنيا كويسه وبقت في بطاطس بقى تانية برضه هيعمل لي مشاكل في البطاطس ده هي وهتصاب بامراض كتير وهتلاقي العديسات اللي في التقاوي دهيت ابتدت تتملي ميه تيجي بعد ما تنشف وتيجي المحصول هتلاقيها ضربت منك وراحت حالتها سيئه جدا تمام اذا فالاراضي الطميه كويسه جدا الاراضي الرمليه ممتازه جدا ولكن الرمليه ولكن اذا توفر للاراضي الرمليه دي ايه اذا توفر للاراضي الرمليه دهيا اذا كانت بتزرع في الاول المفروض بنغسل الاملاح بتاعتها غسيل كويس دي رقم واحد الاملاح بنغسلها غسيل كويس وبنعمل اسراء للتربه الرمليه بأننا انا بنحط لها ماده عضويه الماده العضويه دي بتعمل ايه الماده العضويه دي اساسا عندك التربه الرمليه آه تربه آه يعني آه بتسخن بسرعه وبالتالي لما بتسخن بسرعه في الحراره اي ماده عضويه ما بتلاقيش فيها غير كده كمان احنا ما عندناش امطار، ما عندناش امطار يعني ما عندناش كساء نباتي، الكساء النباتي ده هو في اوروبا بيبقى كتير وبالتالي لما بيموت الكساء النباتي بيتحلل ويبقى ماده عضويه، فاحنا اراضينا فقيره في الماده العضويه، البي اتش بتاعنا عالي كمان، يبقى لازم نعمل ايه للاراضي الرمليه؟ الاراضي الرمليه ممتازه جدا في البطاطس لانها مفككه بتسمح بتطور الدرنات دهيت كويس جدا لان هي ما عندهاش تضاغط زي الأراضي الكلسية اللي هنقول ما تنفعش إطلاقًا لزراعة البطاطس، تمام؟ الأرض الرملية يبقى كويسة جدًا إذا ضمننا إن الأملاح بتاعتها مغسولة مش مملحة، إن نضيف لها مادة عضوية ونعمل لها إسراء للعناصر الغذائية قبل زراعة البطاطس فيها، تمام؟ بعد كده عندنا أراضي كلسية، الأراضي الكلسية زي إيه يا جماعة؟ إقليم مريوط. اقليم مريوط او الساحل الشمالي معظمه اراضي كلسية المينيا الظهير الصحراوي في المينيا اراضي كلسية اذا ففي ناس راحت هناك منهم شركة اجروفود وما نجحوش في انهم ينتجوا بطاطس بالمعدلات المحصول كويس وزرعت هناك برضو شركة الدقهلية وزرعنا في شركة الافق وكانت الزراعه برضو جابت 12 طن ولكن ال 12 طن دي كانت تكلفتنا عاليه نتيجه لان احنا اضفنا احماض كتير واضفنا ماده عضويه كتيره وبرضو ما كانش المحصول كويس، ليه ما كانش المحصول كويس؟ الاراضي الكلسيه يا جماعه، اولا بيحصل فيها مشاكل العناصر الغذائيه منها ظاهره ان الفسفور بيحصل له استحاله الفسفور حاله بتوع الاراضي بيعرفوها استحاله الفسفور فبيحصل النقص بتاعه، رقم اثنين يا جماعه ان هي الاراضي الاراضي الكلسيه اساسا هنلاقي فيها عناصر الصغرى كلها ناقصه نتيجه الارتفاع البي اتش وخصوصا عنصر الحديد عرفت القصه دي تمام يبقى الاراضي اهم شيء التربه بتاعتنا تكون جيده الصرف وتكون تربه تسمح بمفككه تسمح بتطور درنات البطاطس في الحاله دي هنلاقي نفسنا بندي محصول كويس تمام. المقوم الثاني يا جماعه العروه المناسبه العروه المناسبه احنا عندنا يا جماعه المفروض عروتين صيفي صيفي وفي شتوي السبوره بتاعتنا والمسكة التليفون والدنيا مش حلو المهم صيفي وعندنا شتوي الخط وحش طبعا خلص عشان انا مش مش قادر بصراحه اكتب كويس عندنا الصيفي والشتوي الصيفي ديت يا جماعه شتوي وفي حاجه في النص بقى اخترعوها قال لك تقاوي ايه قال لك خريفي طيب الص... ال... ال... نبدا الاول بالخريفي ديت اللي هي بتتزرع في خلال سبتمبر اللي هو شهر تسعة ميلادي أو شهر وفي ناس بتزرع في أغسطس في عشرين أغسطس اللي هو تمانية ميلادي تمام دول بيزرعوها من الجماعة بتوع مركز المنيا في المنيا تمام والجماعة بتوع الغربية أو المنوفية بيزرعوا برضو في العروة دهيت مع الجماعة اللي بيزرعوا في العروة ديت جماعة العروة دي مش مظبوطة ولكن هو بيزرع ليه حتى هو بيزرعها علشان بيلعب على قصه الاسعار يعني اما هي محصول ما بتديلوش محصول كويس بامانه يعني كانت زمان بتدي ممكن محصول كويس ولكن نتيجه لتغير الجو عندنا وتغير المناخ في مصر واصبح شهر اغسطس وسبتمبر درجه الحراره عاليه فيهم فابتدت ما بتجيبش محصول كويس ولكن هو بيلعب على قصه الاسعار لدرجه ان هو بيقطعها وهي اول ما تمسكها كده تلاقيها مقشره حتى عند التجار اللي هم بيبيعوا الخضر تلاقيهم على المفارش بتاعتهم تلاقي في نوفمبر ابتدوا يحصدوا البطاطس اللي هي الخريفي دي وبتلاقيها مقشره حتى انهم ما بيستنوش لحد ما بتزلط او بتعمل او بتوصل لمرحله النضج الكامل يعني تمام لان هو بيلعب اساسا على قصه الاسعار ليه؟ لان هو اساسا انت خلعت البطاطس عندك في شهر خمسة مايو تمام مايو فمن خمسة مايو لحد نوفمبر في ست شهور مفيش انتاج بطاطس في البلد اذا فبتبقى ده انا بتكلم عن بلدي مصر تمام فبتلاقي الـ 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 الاسعار آه غاليه في الـ في, الـ في الوقت ده تمام دي العروه الخريفي طيب عندنا عروه كمان العروه الاساسيه بقى بتاعتنا الـ الـ عند الشتوي تمام الشتوي دي بنزرعوها بقى في شهر اكتوبر اكتوبر خلال شهر اكتوبر بين آه وفي النص الثاني من اكتوبر بتكون افضل كمان آه هم بيقولوا النص الاول انا بقول نتيجه برده تغير الجو والدنيا ما بقتش مظبوطه خلينا في خلال شهر اكتوبر اكتوبر ديت بنزرع آه البطاطس آه ودي بتكون عروه ممتازه جدا التقاوي بتاعتها بتكون تقاوي آه محلي وهنقول ايه محلي لما نوصل لقصه التقاوي المناسبه تمام في الصيف بقى اللي احنا بنزرعها في خلال شهر يناير هم بيقولوا برضو الكتب بتقول من خلال شهر نص ديسمبر اللي هو نص شهر 12 لحد نص شهر 2 لا والله أنا بقول خلال شهر يناير والنص الأول من يناير بيكون أفضل بيكون أفضل ليه؟ لأن أنا برضو يعني في 12 الجو يبقى برد فبالتالي بتقعد البطاطس فترة كبيرة على ما بتبدأ تطلع فوق التربة تمام؟ طيب عندي بعد كده على فكره العروات يا جماعه بيحكمني فيها حته درجه الحراره. درجه الحراره مهمه جدا وعشان كده بنلعب على قصه العروات المناسبه. درجه الحراره النمو الخضري عندي في البطاطس باختصار شديد عشان ما اقعدش اقول لك المرحله دي اصلا ثلاث ايام واربع ايام والكتب والعك اللي فيه. النمو الخضري بيحتاج لنهار طويل. نهار طويل نسبيا طيب الصب بقى بتاع الدرنات او في المرحله الاخيره بنحتاج للنهار قصير الليل قصير ليه قصير ليل قصير ودرجه بروده شويه عايزين بروده شويه ليه علشان النبات ما يبقاش واقع عليه عيب انا عندي النبات اهو تمام وانا شبه لك الحته دي بحاجه عشان ما تنساش ابدا دي البطاطس عندي تحت اهي تمام والبطاطس فوق اهي تمام ده النمو الخضري تمام وعندي بقى البطاطس ديت وليكن عندي مثلا ال 50 يوم بقى ابتدت بطاطس عندي اهي صغيره كده طيب لو في حراره عاليه هنا العرش دهوت بيضاهي درجه الحراره اللي وقع عليه وبيسيب ابنه خالص بيسيب ليه هو بيحاول يتكيف مع درجة الحرارة اللي فوق واصبح بيشتغل العرش فوق وساب لي اللي تحت ده خالص، ليه؟ نتيجة للعبء الحراري اللي نازل على البطاطس فوق، تمام؟ احنا بنشبهها بإيه؟ بواحد قاعد مشغل التكييف وبيشرب مية. إيه هي اللي هيحصل كل شوية؟ هيدخل الحمام. تمام هيدخل يدخل الحمام بيصب ميه في الحمام تمام هي البطاطس كده لو مفيش درجه الحراره هنا كويسه والمكيف شغال هنا الصب بتاعها بقى هيبقى فين هيبقى في الدرانات اللي تحت تمام طب لو الحراره عاليه لا ده هتستهلك الطاقه اللي في النبات ديت بدل ما تبني بيها هنا لا هتستهلكها في قصه الـ 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 العمليات الحيويه اللي هي هتحاول تضاهي بيها العبء الحراري اللي, واقع عليها او الاسترس اللي واقع عليها تمام دي اتفهمت فعشان كده بتكون افضل حاجة لدي من كام من 18 ل 22 لو 18 ل 22 تلاقي صب الدرنات عندي ممتاز جدا مع الليل الطويل هتلاقي الصب الدرنات كويس جدا 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 تمام دي كانت حديثنا بس عشان ما طولش عن الـ الـ البطاطس عوامل النجاح بتاعتها احنا بنتكلم في زراعة البطاطس عوامل النجاح بتاعتها اول حاجة التربة المناسبة تاني حاجة العروة المناسبة على فكرة يا جماعة في بعض الترب اللي هي بتلاقيها طفلة ودي ما بتنفعش حتى البطاطس ما بتطلعش فيها، الدرنات اصلا ما بتطلعش فيها وديت بتصادفنا لو عندك بيفوت عامل كده هون بتلاقي فيه حته مثلا بالمنظر ده هو فيها طفله ولا حاجه ما نقدرش نشيلها، في ناس طبعا بتشيلها وبتحل مكانها تربه رمليه لانها بتعمل مشاكل حتى لحركه الجهاز البيفوت، فديا بنحاول ايه؟ بنحاول نتخطاها وما نزرعهاش اساسا خالص أنها كده كده مش هتنفع لو في فدان او نص فدان او حاجه في البيفوت، بتمنى ان انا يعني اكون وفقت في ان انا اشرح التربه المناسبه والعروه المناسبه هنتكلم في التقوي في الفيديو اللي جاي خليكم معايا